معكم ايرا على فيديو جديد او رياكشن جديد. الشباب كما كتشوفوا الدراري اليوم عندنا الكونتنت من الكونتنتات الدراري اللي كترتاحوا فيهم الكونتنتات المجموع ديال الكونتنت يا طول الله لا تفهمونيش ولكن فهمتوا ناري ملي كتجيني داك القناه ديال الحماق عالها معاود. كما كتشوفوا الدراري فيديو ديال الرعب اللي كيعجبوكم اللي كيعجبكم الرياكت عليهم طبعا وكتسبورتوني الدراري بهذا الكونتنت هذا اش غندير انا خصني ندوزو طبعا. التمارين اللي كنجبر الدراري هي باش نجبر فريمون الفيديوهات اللي كيكونوا متقين ابار توزر كيكون عندهم فواحد اللي يعني الدراري اللي كتدخل كتقلب كتبر فريمون الفيديوهات كيكونوا حقيقيين ابار غير النظره ديالكم الدراري المبعده راه كتشوفوا بلي هادشي حقيقي واش انتم راه غير كنشوفوا السبورت ديالكم لي بزاف وشكرا بزاف طبعا على هادشي طبعا باش نكون واضحين. نبداو ياك الدراري واش نبداو راه كنضحك معاكم الدراري غير حيت فهمتوا هاد الايام بزاف ما كنتش كندير لكم هاد الكونتنت هذا فهمتوا نتوما كتسولوني عليه ضحك. في المقطع الماضي شاهدنا هذا الفيديو ولاحظنا كمية الرعب اللي بيعيشه الزوج. باقي عاقلين على الضبلانية كدري درت له ذاك المقطع الماضي درت هذه اللعيبة ديال جبروا الدري في الشين. جين بعد أيام على نشر الفيديو الهجوم على البيت بدأ يزداد رعبا. سمع الرجل صوت حركة في البيت حاول يكتشف مصدر الصوت. اللحظات اللي صورها كانت مخيفة جدا. تكون بوحدك وكتسمع هاد الاصوات بحال هكا ناري كنصور بالليل بوحدي في الدار على الله ما سمعك حتى واحد الدراري شوفوا ما انا حتى واحد اصاحبي وي صورت الكاميرا جسم مرعب أسفل السرير. الجسم ظهر للحظات واختفى خلال ثواني. اللحظات اللي بعيشها الرجل في البيت مش سهلة أبدا. ما ممكن تتخيل صعوبة اللحظات اللي بعيشها. هذه ماشي غاش مش سهلة وصافي. هذا واقع من أخطر أنواع اللي كاينين على الكرة الأرضية. سيدة كانت هجوم خارق هذا الدراري وحدة في البيت كانت سموحت لي غير تفرج هادشي في وقت متأخر الساعة في منتصف الليل. لاحظت السيدة انه الكلب خايف من شيء معين كان يتصرف بشكل غريب. If there are spirits here I rebuke you in the name of Jesus Christ you must leave you're not welcome here. انت هنا كتجرع عليهم بواحد الطريقه اللي هما كيسمعوك وكيشوفوك وانت هنا ما كتشوفهمش يعني انت هنا مضروبه اصلا فهمتي مع عند الله او يمكنش غتحارب مع حاجه ما كتشوفهاش. الكلب كان غاضب جدا يبدو انه شاهد جسم خلف الباب. السيدة شعرت بالخوف من الموقف لانه ما كانت تعرف ايش اللي حصل. صورت كاميرا المراقبة في احد المنازل نشاط غريب جدا حصلت حركة غير معتادة. الدراري نديرو راسنا بحال اللي ما شفنا والو. هاد المجرى هذا شي واحد حلو غا بشي فهمتي بشي خيط جبدو بحال هكا. طريقة الوحيدة عند الحق كان الجرار يتحرك بدون سبب. الحركة اللي حصلت أصابت السيدة بالخوف خاصة أنه كانت لوحدها في البيت. عند الحق شريف حالك بالتصنق. لحظات الهدوء ممكن تتغير خلال ثواني. هذا اللي حصل في المقطع التالي. Dr. Kostler, it's Mary. It's happening again. The water just came on. I'm hearing noises. My dogs are going crazy. Yes, I'm calm.
I'm hearing stuff in the kitchen, in the bedroom. I don't know what to do. Oh my god, the water just turned on. I'll call you right back. My god, go away! Leave us alone! Oh my god. Fill out, come in here! Open the door! Let me out! في البداية اتصلت السيدة تشتكي من اللي بحصل في البيت، بس يبدو أن تصرفها أغضب الجن لأنه البيت تحول لجحيم خلال ثواني. في أحد المنازل في ولاية بنسلفانيا، صورت كاميرا المراقبة لقطة في غاية الرعب. كانت الساعة متأخرة والغرفة معتمة تماما. هادشي داز في تيك توك الدراري فهمت، داك خوني واقع عليه كان كيصور مجبر فين يحط الفيديو ديالو وهو حطو في تيك توك. شاص إتي بواس. ظهر جسم بيتحرك في وسط الظلام. بإمكانك تلاحظ إنه الجسم كان عبارة عن خيال. يقال انه الدمية اللي امامكم مسكونة وفي بعض الاحيان بتتحرك بدون سبب. يتمكن احد المستكشفين من تصوير الفيديو التالي. الدمية نظرت باتجاه الكاميرا بشكل مرعب. بإمكانك تلاحظ أنه كانت تتحرك لوحدها. قالت السيدة أن الدمية غيرت حياتها وأن الحياة في البيت أصبحت لا تحتمل. وخرجوا لا ما قلت والون. أبيود هرنانديز تكلمت عنه قبل أشهر وتكلمت عن صعوبة اللحظات اللي بعيشها في الفترة الأخيرة. الهجوم على البيت ازداد رعبا، أصبحت حياته صعبة. في إحدى الليالي انقطع التيار الكهربائي. خلال لحظات تحول البيت لجحيم.
شي وقيلة دري في المكسيك ولا شي ولا بحال هكا شام اللحظات اللي عاشها هرنانديز رح تظل محفورة في الذاكرة. يبدو انه بيته عبارة عن مسكن للجن. في نهاية الفيديو تعرض هرنانديز للضرب من جسم غريب. الجسم ظهر بشكل مفاجئ. والله لا ظهر. شوف بلاش مشيش. عاد كنت نقول الدري ديك اللعيبة ديال انا هاد الفيديو ده ما خلعنيش ما شقتش به. ولكن ديك اللعيبة فاش ظهر بشكل مفاجئ وكاميرا تقلت واحد شوية ظهر ديك اللعيبة. نقول وات ناري صعيب اجواء ماشي شوف اجواء ماشي عاديه والرجل الدراري كما كتشوفوا كان هذا هو الفيديو اللي عجبكم نتمنى اول ما ديروا لايك اللايك فعلوا جرس الدراري اي بلان تزاد الدراري من ناحيه ديال التراكات ديال الراب والاشياء بلان فرغان نزيدوه طبعا في المحتوى بحال هكا ونخليكم الدراري دابا يلاه.